كانت تحلك من جديد كابتن ايمن شوقي وكل نجوم الاستوديو التحليلي، واحد بالحقيقه من نجوم النادي الاهلي للفتره القادمه ان شاء الله، منتظرين منه الكثير. كريم فؤادي اللي ببارك له النهارده بحقيقه طبعا على مجهود اللعيبه وعلى الاصرار الكبير، تلاحم كبير يا كريم وضغط، لكن الروح والجديه اللي احنا بنشوفها بنراهن عليها على طول، وثقتنا كبيره فيكم. مبروك، فوز كبير النهارده على فريق برحب بحضرتك الاول، والله يبارك في حضرتك. احنا والله الحمد لله احنا بقالنا فتره مركزين من ساعه الخساره بتاعه سان داونز، واحنا رامين بعض وبنتكلم بعض بشكل كويس، وحاطين هدف في الفتره الجايه ان احنا عندنا 4 أو 5 ماتشات لازم نحقق العمل الكامله في الماتشات كلها، والحمد لله احنا ماشيين بشكل كويس، قدرنا نحقق فوز في الماتش ده والماتش اللي فات الحمد لله، وان شاء الله عندنا ماتش جاي عايزين ناخد 3 بوينت ان شاء الله. اكيد في كل مره الروح الكبيره اللي بين كريم وبين اكرم وبين هاني وبين كل اللعيبه هي دي السر من اسرار النجاح، مين يكون متواجد؟ النجم هو اللي النادي الاهلي، بتشوف العلاقه دي وتاثيرها وحب الجمهور ليكم بشكل عام، ده امر مفروغ منه طبعا يا كريم. اكيد طبعا احنا كلنا يعني واحد في الملعب، مش مهم زي ما انت لسه قايل مين موجود ومين بره، احنا اهم حاجه ال 11 في الملعب يكونوا قد المسؤوليه، واحنا والله كلنا بينا حب وصداقه، يعني ما فيش فرق انه واحد بيلعب في مكان يلعب انا ابقى متضايق، ما فيش الكلام ده خالص، احنا كلنا بنحب بعض، وزي ما انت قلت انا اكرم اقرب واحد ليا في الفرقه، يعني اكتر واحد بحبه واكتر واحد صاحبي، فما فيش حاجه اسمها عشان في مركزي يبقى متضايق او كده، فكلنا بنحب بعض وكلنا اصحاب. يعني صعوبات كتيره يا كريم وتلاحم كبير جدا للمباريات، وعندنا موقعه مهمه جدا وهي ماميلودي سان داونز، خلصتوا المباراه الفرحه 3 دقائق هتروحوا على الفندق وهتطلعوا على دوافع جديده برغبه جديده مع فريق سان داونز، شايف المباراه ازاي وشايف اهميه المرحله اللي جايه؟ هو اكيد احنا بناخد كل خطوه خطوه يعني، وكل ماتش بناخده لوحده، ويعني ان شاء الله يعني الفرحه ما تطولش، احنا زي ما انت لسه قايل 3 دقائق هنفرح وبتاع، لكن من اول ما نطلع سلم الطياره واحنا مركزين الماتش الجاي، وعندنا دوافع الفتره الجايه الماتشين الجايين بتوع افريقيا لازم ان شاء الله يعني نكسبهم، ربنا يوفقنا فيهم باذن الله. يعني انا مش طول عليك، لكن تقولي لجمهور النادي الاهلي الحقيقه اللي سر من اسرار النجاح يا كريم باذن الله. طبعا بشكرهم جدا على المسانده والدعم، يعني بيدعمونا بشكل كبير، وهم دول يعني بصراحه يعني السر في الفوز والنجاحات اللي النادي بيحققها، ويعني ان شاء الله يعني نقدر نساعدهم الفتره الجايه باذن الله. حبيبي ربنا يخليك، ربنا يخليك. شكرا، بنشكر اكيد واحد من نجوم النادي الاهلي كريم من فؤاد على هذه التصريحات، القادم افضل ان شاء الله يا كابتن ايمن، وده اللي بناكد عليه في كل مره، الاصرار الكبير اللي احنا بنشوفه، تصريحات لعيبه النادي الاهلي والعلاقه الطيبه بين الجميع هي دي اللي بتنجح بنسبه كبيره جدا لعيبه النادي الاهلي في كل المحافل طبعا، البطولات المحليه والبطولات الافريقيه. يا رب ان شاء الله مباراه ماميلودي سان داونز تكون من نصيب النادي الاهلي، بالجهد والاصرار والعزيمه نقدر نتخطى هذه المباراه ونعود من جوهانسبرغ ب3 نقاط يساعدوا النادي الاهلي بشكل كبير جدا في المجموعه الصعبه جدا في دوري ابطال افريقيا.